وتترجم المؤشرات الجديدة لجودة التعليم في الجزائر جدية المخالطة التي تم اعتمادها في السنوات الأخيرة، إذ شهدت المدرسة الجزائرية في ظل الجمهورية الجزائرية الجديدة تحت القيادة الرشيدة والحكيمة للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تغييرا إيجابيا غير مسبوق من خلال إدراج مادة اللغة الإنجليزية لغة العلم والتكنولوجيا في مرحلة التعليم الابتدائي، بالإضافة إلى تأثير التربية البدنية والرياضية في المدارس الابتدائية بأساتذة متخصصين ومراجعة مواقيت التعليم الابتدائي على أن يتم بحول الله ومشيئته في الدخول المدرسي المقبل الشروع في التعليم الابتدائي في تقليص يعني في تخفيف المناهج والبرامج ابتداء من التعليم الابتدائي ومن طوره الأول مع الحفاظ على كل مواد الهوية الوطنية.